السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية ونستهلها بما يلي. الجزائر تدين بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب، وتشدد أنها سترد على هذه المحاولات الاستفزازية بجميع الوسائل التي تراها مناسبة. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤكد من قيادة القوات الجوية أن كسب رهان التفوق والفعالية قائم على النجاح في قيادة الرجال وتوظيف إمكانياتهم وتوحيد جهودهم لضمان نجاح المهام الموكلة. الحظيرة السكنية لولاية تيميمون تتدعم ب9000 وحدة سكنية تحافظ على الطابع العمراني للمنطقة تلبية لاحتياجات المواطن. وزير الاتصال يذكر القنوات التلفزيونية بضرورة احترام ضوابط وحرمة الشهر الفضيل، ويحذر من الإفراط الكبير في بث الومضات الإشهارية خلال فترة الذروة. ونتابع في النشرة، المؤسسة العمومية ماغرو تكسب رهان استقرار الأسعار من خلال الموازنة بين المنتج والمسوق والمستهلك عبر 9 أسواق جهوية للبيع بالجملة. بداية، دانت الجزائر اليوم بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة. وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن المملكة المغربية قد دخلت في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب. وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول ذات السيادة، وهو الواجب الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحاضرة ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف. وأكد البيان أن الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية. وخلص البيان إلى أن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة لا سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها. مواصلة لسلسلة الزيارات الميدانية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر رمضان المعظم، قام السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة عمل وتفقد إلى مقر قيادة القوات الجوية. هذه الزيارة تندرج في إطار الحرص الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمتابعة برنامج التحضير القتالي للسنة التدريبية 2023-2024، وكذا تكريس نهج التواصل المباشر مع المستخدمين والاستماع لانشغالاتهم المختلفة. المتابعة لتوفيق عجالي. بعد مراسم الاستقبال بمدخل مقر القيادة من طرف اللواء محمود العرابة قائد القوات الجوية، وقف السيد الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد البطل عميروش أيد حمودة قائد الولاية التاريخية 3، والذي يحمل مقر قيادة القوات الجوية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.
إثر ذلك التقى السيد الفريق أول بإطارات وأفراد قيادة القوات الجوية، أين ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية تابعها مستخدم كافة وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن المحافظة على معنويات الأفراد في درجاتها العليا هي أولوية الأولويات، وأن الإيمان بالقضية شرط أساسي لحسن أداء المهام الموكلة. إن المحافظة على معنويات الأفراد في درجاتها العليا هي أولوية الأولويات بالنسبة لنا في الجيش الوطني الشعبي، لأننا على يقين تام بأن مصدر تطور الجيوش عموما ومنبع قوتها وانتصاراتها يعود تحديدا وأساسا إلى زادها المعنوي القوي. فحسن القيم بالمسؤولية لا ترتبط بالمهارة العملية والمعرفية والتحفيزية المادية فحسب، وإنما العمل الأساسي والأكثر أهمية هو إيمان العسكري في أي وقت كان بقضيته، وأنه مطالب بأن لا يدخر أي جهد لخدمة وحدته وجيشه ووطنه، وأن عليه واجب الوفاء بما عليه من التزامات مهما كلفه ذلك من جهد وتضحيات. السيد الفريق أول أكد كذلك أن كسب رهان التفوق والفعالية مرهون بالضرورة بالنجاح في مسألة قيادة الرجال. كما أن كسب رهان التفوق والفعالية مرهون بالضرورة بالنجاح في مسألة قيادة الرجال وطرق التعامل معهم وأساليب توظيف إمكانياتهم وتوحيد جهودهم خدمة لنجاح المهام الموكلة، وهي مسؤولية في غاية النبل وفي غاية الأهمية، فهي تعني بالأساس ارتقاء المسؤول إلى مستوى مسؤولياته من خلال إحاطة مرؤوسيه بكل أشكال الرعاية لا سيما فيما يتعلق بالتكوين والتدريب. فالوعي بحساسية المهام وإدراك مقاصدها الوطنية وأهدافها السامية هي من العوامل الثابتة والأكيدة الكافلة بمنح العسكريين القدرات المعنوية التي تكفل للجيش الوطني الشعبي مواصلة مسيرته المظفرة على الدرب التطوير والتحديث، لا سيما في خضم الأوضاع الدولية والجهوية الحالية التي تستدعي من الجميع التحلي بالمزيد من العزم والحزم والوعي بالتحديات الجسيمة المطروحة. عقب ذلك تابع السيد الفريق أول عرضا شاملا قدمه قائد القوات الجوية حول مختلف مجالات النشاطات ذات الصلة بمدى تنفيذ مخطط التطوير الخاص بهذه القوات، حيث أسدى السيد الفريق أول بهذه المناسبة جملة من التعليمات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة الحرص على مواصلة جهود التحضير القتالي للوحدات والأفراد وفقا للخطط والبرامج المقررة، مع السهر على الصيانة الدورية والاستغلال الأمثل للطائرات والوسائل الكبرى الموجودة في الحوزة. على مسار إنشاء تجمعات وأقطاب سكنية تراعي الخصوصية المعمارية بكل منطقة، تدعمت الحظيرة السكنية لولاية تيميمون ب9000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. برامج عين تقدم أشغالها وزير السكن محمد طارق بالعريبي، من شأنها تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. عبد النور هامل. رفع تحدي التشييد والبناء بغية توفير سكنات لائقة للمواطنين،
باعتماد عدة صيغ سكنية تراعي الخصوصيات الاجتماعية للسكان وتحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، هو ما يتطلع إليه المواطن بولاية تيميمون. برنامج الهام مبلغ لولاية تيميمون، إن شاء الله تعود بالنفع للساكنة في ولاية تيميمون. الولاية تاعنا استفدت من هذا البناء الريفي والتجزئة، ونطلبوا إن شاء الله في البرامج الجاية إن شاء الله السكنات تكون أكثر إن شاء الله. برنامج مختلف صياغه عبارة عن دفعة وقفزة نوعية لولايتنا الفتية الجديدة. قمنا تدعيم الولاية ببرنامج سكني مهم، تقريبا أكثر من 9000 وحدة سكنية. كل هذه السكنات راح تجيب باش تدعم الحظيرة السكنية في ولاية تيميمون. مجمعات مدرسية وتهيئة حضرية وسكنات بمختلف الصيغ، الترقوي المدعم والعمومي الإيجاري، كلها برامج ومشاريع من شأنها أن تبعث نجاعة فعالة للتنمية المحلية بالولاية. نولي أهمية يعني أهمية كبيرة يعني للأرشيتكتور تاع المنطقة، الهندسة المعمارية تاع المنطقة اللي لازم نحترمها، وحتى نطلب من يعني ممثلين المهندسين المعماريين انه يكون يعني ابداع في هذا الامر، نخلي انه الطابع العمراني تاع المنطقه راح يكون ان شاء الله طاغي على جميع هذا الصيغ السكنيه اللي وفرناها للولايه. تاهيل البنى التحتيه والاهتمام بالاحياء السكنيه الجديده هي دعائم اساسيه لتحقيق تنميه محليه مستدامه بالمنطقه. أكد وزير الاتصال محمد العقاب خلال لقائه اليوم مع مديري القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة للوقوف على ما تبثه القنوات خلال الشهر الفضيل، أكد أن الوزارة الوصية تحركت بناء على تقارير لجنة اليقظة التي نصبت لهذا الغرض، مشددا أن الوصاية تحرص على خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وأنها حريصة على منح فرص لاستدراك الأخطاء بناء على ملاحظات المشاهدين وردود فعلهم. العقاب أبرز أن بعض البرامج تضمنت لقطات غير مناسبة وغير متوافقة مع تقاليد المجتمع الجزائري وحرمة الشهر الفضيل، موضحا أنها لقطات كان يمكن حذفها دون التأثير على السيناريو. وزير الاتصال أكد أن العمل التلفزيوني إبداع يخضع لضوابط أخلاقية ومهنية لابد من احترامها، كما تحدث الوزير عن الإفراط الكبير في بث الومضات الإشهارية خلال فترة الذروة. في الأسبوع الأول وبسرعة يعني تم تسجيل مجموعة من الملاحظات، وعلى هذا الأساس فضلنا أننا نلتقي اليوم من جديد باش نأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين أولا، لأن في النهاية نحن في خدمة المواطنين. الوقت مازال مبكر، عسى ولعل يعني نستدرك بعض الأمور التي يمكن استدراكها. بعض المسلسلات أو البرامج تم تضمينها لقطات غير مناسبة، لا مع حرمة رمضان ولا مع عادات وتقاليد الشعب الجزائري، وبكل أسف يعني كان ممكن تجاوزها لأنها لا تضيف شيئا. المشكلة في كيفية التناول، الإبداع الفني في العمل التلفزيوني لغائب. أما زوايا تناول هذه المواضيع فالمخرج هو حر. نقطة أخرى هي الإشهار، معظم القنوات تجاوزت الحدود المهنية والحدود الأخلاقية، تجاوزتها بكثير. ضمن مساعي تحقيق الأمن الغذائي، تمضي الدولة نحو توفير مخزون هام من المواد واسعة الاستهلاك من خلال تشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم تربية الأبقار المدرة للحليب لتوفير مادة الحليب. وفي هذا السياق وقف اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة على الوحدات الإنتاجية المتخصصة في الزراعات الاستراتيجية بولاية لمدية. المزيد مع محمد ياسين نقاش. تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات الإنتاج الفلاحي المختصة ستسمح بتطوير الإنتاج خاصة في شعبة الحليب. مع نهاية هذه السنة يكون عندنا في حدود 200 أو 215 بقرة حلوب. الإنتاج اليومي في الوقت الحالي هو 2000 2200 2800 حتى 2800 وزيادة بمعدل 20 أو 21 ريتل. ضمان
الأمن الغذائي لا يتأتى إلا عن طريق تشجيع الزراعات الاستراتيجية. في المخرجات تاع مجلس الوزراء هو الزراعات الكبرى اللي هما اللي راح يكونوا المخزون لغدوة للأمن الغذائي للجزائريين، لا سيما في الحبوب يعني القمح اللين وقمح الصب، في البقوليات، في النباتات الزيتية، حتى في يعني في إنتاج السكر. ولهذا يعني حتى من المزارع النموذجية تم يعني تحويلها إلى وحدات الإنتاج الفلاحي ومختصة، يعني كل واحدة مختصة يعني في البقوليات أو في الحبوب أو حتى في البذور. إذن تعول السلطات العمومية على حل مشكل مياه السقي عن طريق تحويل المياه المستعملة من محطات تصفية المياه إلى المساحات الزراعية. وفي إطار ضمان التموين المتوازن للخضر والفواكه عبر مختلف جهات الوطن ومراقبة الأسعار، كسبت المؤسسة العمومية ماغرو رهان تنظيم الحركة التجارية عبر 9 أسواق جهوية تم إنجازها وفق أحدث المعايير. عبد العزيز عليم يفصل. لضمان تغطية الاحتياجات الوطنية من الخضر والفواكه، أنشأت المؤسسة العمومية ماغرو 9 أسواق جهوية للبيع بالجملة. تحوز مؤسسة ماغرو على 9 أسواق كبرى للبيع بالجملة للخضر والفواكه موزعة على مختلف جهات الوطن. بالنسبة لتدفق السلع، بالنسبة للخضر والفواكه نستقدم ما يقارب 2500 حتى 3500 طن يوميا من جميع ربوع الوطن. انا راه نديو الخضره من سوق العثمانيه، راني من بواقي اخويا، الاسعار هنا راهي عجبتنا اخويا. الاسواق المنجزه وفق المعايير العالميه تعد عصرنه حقيقيه للنشاط التجاري، تضمن التوازن في التموين الدائم بين مختلف جهات الوطن، وتسهم في استقرار الاسعار من خلال التقريب بين الفاعلين. نستقبل يوميا ما متوسط ما يفوق 300 طن يوميا من مختلف السلع، وتتفق المركبات إلى ما يفوق 700 مركبة. سنويا يعالج حوالي 700 ألف طن من الخضر والفواكه بمعدل عبور شاحنات حوالي 400 ألف عربة سنويا. كاين منتوج ما شاء الله، والأسواق راهي في متناول الجميع، الخير كاين سنا بربي إن شاء الله، الزوالي يوكل خضرة راهي مليحة، راهي خير من عملوا والكاع. تعتبر أسواق الجملة إنجازات كبرى ترقى بتجارة الجملة للخضر والفواكه كما ونوعا، وتضمن الوفرة للحيلولة دون المضاربة، فهي مستودعات حقيقية للأمن الغذائي. ونختم بنفحة إيمانية من أحد منارات تكوين العقول والألباب، زاوية سيدي منصور الجنهدي بولاية تيزي وزو من أعرق زوايا منطقة أزواوة. منارة كونت جيلا متعلما وفق مبادئ الوسطية والاعتدال، وتخصص برنامجا خاصا لتحفيظ القرآن في شهر القرآن. لخضر كعوان. زاوية سيدي منصور الجنهدي منبر لتعليم علوم الدين والفقه، منارة عريقة كونت ودرست وعلمت أجيالاً وأجيال تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث لا تزال المدرسة القرآنية تستقطب الكثيرين. أول نهار جيت لهذه الزاوية فضت 30 حزب، وهذا قاع بفضل الشيخ والشيوخ اللي عاونوني. صدر رثيم عمر ثكي باش نحفظ أول ربي، باش نحفظ القرآن. ثكي النعمة مقرف الحمد لله، نحفظ القرآن والحمد لله يعاوننا المشايخ. وعلمهم بنظام الزاوية، الصباح نوضهم يقرأوا ونوضهم الفجر يأدوا معنا صلاة الصبح، ونقرأوا ونكي اللي نقرأ معه اللوحة نحفظها له بطريقة قديمة. تكثف الزاوية من برامجها التعليمية اليومية بين الدروس والتلاوة تضرعا للمولى عز وجل. إن شاء رمضان كاين سعى طلبة من كل ولاية تروحوا لدار داكي، يمكن نتكفيف دروس نستغل الفرصة، لأن الشهر رمضان هو الشهر العبادة، الشهر الطاعات، الشهر المواساة، شهر الخيرات، شهر استباق إلى الجنة، شهر يعني الرحمة.
هناك دروس مكثفة بالنسبة للشهر تخص شهر رمضان بغير على سائر الشهور الأخرى، يكون فيه الجد والاجتهاد أكثر فأكثر من 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 الشهور الأخرى. البرنامج الخاص للزاوية هو التكثيف في تلاوة القرآن الكريم، هو التكثيف في مثلا في الدروس المقدمة خصيصا لهذا لهذا الشهر الفضيل. هذا وتبقى الزاوية مفتوحة لطلبة العلم من حفاظة القرآن وفق مناهج تعليمية دينية تؤكد على مبدأ الاعتدال والوسطية والحفاظ على المرجعية الدينية في الجزائر. ختام النشرة، شكرا لكم وصحفتكم.